خلفت القلوب معك والسيوف مع بني أمية. فقال: صدق أخو بني أسد، إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم سار صلوات الله عليه حتى نزلت ثعلبية وقت الظهيرة، فوضع رأسه فرقد، ثم استيقظ فقال: قد رأيت هاتفا يقول: أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة. فقال له ابنه علي الأكبر: يا أبا، أفلسنا على الحق؟ قال: بلى يا بني، والذي إليه مرجع العباد. فقال: يا أبا، إذن لا نبالي بالموت. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: جزاك الله يا بني خير ما جزى ولدا عن والده. ثم بات عليه السلام في هذا الموضع. فلما أصبح إذا برجل من أهل الكوفة يكنى أبا هرة الأزدي، قد أتاه فسلم عليه ثم قال: يا ابن رسول الله، ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الحسين عليه السلام: ويحك أبا هرة، إن بني أمية أخذوا مالي فصبرت، وشتموا عرضي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت، وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية ليلبسنهم الله ذلا شاملا وسيفا قاطعا، وليسلطن عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من قومي سبأ، إذ ملكتهم امرأة منهم فحكمت في أموالهم ودمائهم. وقال محمد بن أبي طالب: واتصل الخبر بالوليد بن عتبة أمير المدينة بأن الحسين قد توجه إلى العراق، فكتب إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الحسين قد توجه إلى العراق وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، فاحذر يا ابن زياد أن تأتي إليه بسوء، تهيج على نفسك وقومك أمرا في هذه الدنيا لا يصده شيء، ولا تنساه الخاصة والعامة أبدا ما دامت الدنيا. قال: فلم يلتفت ابن زياد إلى كتاب الوليد. وفي رواية عن الرياشي بإسناده عن راوي حديثه قال: حججت فتركت أصحابي وانطلقت أتعسف الطريق وحدي، فبينما أنا أسير إذ رفعت طرفي إلى أخبية وفساطيط، فانطلقت نحوها حتى أتيت أدناها، فقلت: لمن هذه الأبنية؟ فقالوا: للحسين. قلت: ابن علي وفاطمة؟ قالوا: نعم. قلت: في أيها هو؟ قالوا: في ذلك الفسطاط. فانطلقت نحوه فإذا الحسين عليه السلام متكن على باب الفسطاط يقرأ كتابا بين يديه، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما أنزلك في هذه الأرض القفراء التي ليس فيها ريف ولا منعة؟ فقال: إن هؤلاء أخافوني، وهذه كتب أهل الكوفة وهم قاتلي، فإذا فعلوا ذلك
ولم يدعوا لله محرما إلا انتهكوه، بعث الله إليهم من يقتلهم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة. وقال ابن نماء حدث عقبة بن سمعان قال خرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة فاعترضته رسول عمرو بن سعيد بن العاص عليهم يحيى بن سعيد ليردوه فأبى عليهم وتضاربوا بالصياط، ومضى الإمام على وجهه فبادروه وقالوا يا حسين ألا تتق الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ فقال لي عملي ولكم ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال ورويت أن الطرماح بن حكام قال لقيت حسينا وقد امترت لأهلي ميورا فقلت أذكرك في نفسك لا يغرنك أهل الكوفة، فوالله لئن دخلتها لتقتلن، وإني لأخاف أن لا تصل إليها، فإن كنت مجمعا على الحرب فانزل أجاء فإنه جبل منيع والله ما نالنا فيه ذل قط، وعشيرتي يرون جميعا نصرك فهم يمنعونك ما أقمت فيهم. فقال إن بيني وبين القوم موعدا أكره أن أخلفهم، فإن يدفع الله عنا فقديما ما أنعم علينا وكفى، وإن يكن ما لا بد من ففوز وشهادة إن شاء الله. ثم حملت الميرا إلى أهلي وأوصيتهم بأمورهم وخرجت أريد الحسين، فلقيني سماعة بن زيد النبهاني فأخبرني بقتله فرجعت. وقال الشيخ المفيد رحمة الله عليه ولما بلغ عبيد الله بن زياد إقبال الحسين عليه السلام من مكة المكرمة إلى الكوفة بعث الحسين بن نمير صاحبي شرطا حتى نزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانية، وقال للناس هذا الحسين يريد العراق. ولما بلغ الإمام الحسين عليه السلام الحاجز من بطن الرمة بعث قيس بن مصهر الصيداوي ويقال إنه بعث أخاه من الرضاعة عبد الله بن يقطر إلى أهل الكوفة، وكتب معه إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى إخوانه المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدوا فإني قادم عليكم
في أيام هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان مسلم بن عقيل كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة، وكتب إليه أهل الكوفة أن لك هنا 100,000 سيف ولا تتأخر. فأقبل قيس بن مصهر بكتاب الحسين عليه السلام حتى إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحسين بن نمير، فبعث به إلى عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، فقال له عبيد الله بن زياد: اصعد فسب الحسين بن علي. وقال السيد: فلما قارب دخول الكوفة اعترضه الحسين بن نمير ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب ومزقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. قال: وممن الكتاب وإلى من؟ قال: من الحسين بن علي إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم. فغضب ابن زياد فقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس بن مصهر: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما لعنة الحسين وأبيه وأخيه فأفعل. فصعد المنبر وحمد الله وصلى على النبي محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأكثر من الترحم على علي وولده صلوات الله عليهم. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه، ولعن عتاد بني أمية عن آخرهم، ثم قال: أنا رسول الحسين إليكم وقد خلفته بموضعي كذا فأجيبوه. ثم قال الشيخ المفيد عليه الرحمة: فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى من فوق القصر، فرمي به فتقطع، وروي أنه وقع إلى الأرض مكتوفا فتكسرت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال له عبد الملك ابن عمر اللخمي فذبحه، فقيل له في ذلك وعيب عليه، فقال: أردت أن أريحه. ثم أقبل الإمام الحسين عليه السلام من الحاجز يسير نحو العراق، فانتهى إلى ماء من مياه العرب، فإذا عليه عبد الله بن مطيع العدوي وهو نازل به، فلما رآه الإمام الحسين قام إليه فقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أقدمك؟ واحتمله وأنزله. فقال له الحسين عليه السلام: كان من موتي معاوية ما قد بلغك، وكتب إلي أهل العراق يدعوني إلى أنفسهم. فقال له عبد الله بن مطيع: أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام، أذكرك الله يا ابن رسول الله
وحرمة الإسلام أن تنتهك. أنشدك الله في حرمة قريش، أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لئن طلبت ما في يدي بني أمية ليقتلوك، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك، وحرمة قريش وحرمة العرب، فلا تفعل ولا تأتي الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية. فأبى الإمام الحسين عليه السلام إلا أن يمضي، وكان عبيد الله بن زياد أمر فأخذ ما بين واقصى إلى طريق الشام وإلى طريق البصرة، فلا يدعون أحدا يلج ولا أحدا يخرج. فأقبل الحسين عليه السلام لا يشعر شيئا حتى لقي الأعراب، فسألهم فقالوا لا والله ما ندري غير أننا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج. فسار تلقاء وجهه عليه السلام وحدث جماعة من فزاره قالوا كنا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلنا من مكة، وكنا نساير الحسين عليه السلام، فلم يكن شيء أبغض علينا من أن ننازله في منزل. وإذا سار الحسين عليه السلام فنزل في منزل، لم نجد بدا من أن ننازله، فنزل الإمام الحسين في جانب ونزلنا في جانب. فبينما نحن جلوس نتغدى من طعام لنا، إذ أقبل رسول الحسين حتى سلم ثم دخل، فقال يا زهير بن القين إن أبا عبد الله الحسين بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده حتى كأنما على رؤوسنا الطير. فقالت له امرأته وهي ديلم بنتي عمرو: سبحان الله، أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ لو أتيته فسمعت كلامه ثم انصرفت. فأتاه زهير بن القين فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقوض وحمل إلى الحسين عليه السلام. ثم قال لامرأته: أنت طالق، الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير. وزاد السيد ابن طاووس عليه الرحمة وقد عزمت على صحبة الحسين لأفديه بروحي وأقيه بنفسي، ثم أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها. فقامت إليه وبكت وودعت وقالت: خار الله لك، أسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين عليه السلام. قال الشيخ المفيد ثم قال لأصحابه: من أحب منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر العهد. إني سأحدثكم حديثا: إنا غزونا البحر
ففتح الله علينا وأصبنا غنائم. فقال لنا سلمان المحمدي: أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا نعم. فقال: إذن أدركتم سيد شباب آل محمد، فكونوا أشد فرحا بقتالكم معاه مما أصبتم اليوم من الغنائم، فأما أنا فأستودعكم الله. قالوا: ثم والله ما زال في القوم مع الإمام الحسين حتى قتل في كربلاء وفي المناقب لما نزل الإمام الحسين الخزيمية، أقام بها يوما وليلة. فلما أصبح أقبلت إليه أخته الحوراء زينب فقالت: يا أخي، ألا أخبرك بشيء سمعته البارحة؟ فقال الحسين عليه السلام: وما ذاك؟ فقالت: خرجت في بعض الليل لقضاء حاجة، فسمعت هاتفا يهتف وهو يقول: ألا يا عين فاحتفلي بجهدي، ومن يبكي على الشهداء بعدي على قوم تسوقهم المنايا بمقدار إلى إنجاز وعدي. قال السيد عليه الرحمة: أتاه خبر مسلم بن عقيل وهو في زبالة، ثم إنه سار فلقيه الفرزداق فسلم عليه، ثم قال: يا ابن رسول الله، كيف تركنوا إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل وشيعته؟ قال: فاستعبر الإمام الحسين عليه السلام باكيا، ثم قال: رحم الله مسلما، فلقد صار إلى روح الله وريحانه وتحيته ورضوانه، أما إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا. ثم أنشأ يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الرزق أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. قال الشيخ المفيد عليه الرحمة، ثم انتظر حتى إذا كان السحر قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء، فاستقوا وأكثروا، ثم ارتحلوا فسار حتى انتهى إلى زبالة، فأتاه خبر عبد الله بن يقطر. قال: فاستعبر باكيا، ثم قال: اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك، إنك على كل شيء قدير. وقال الشيخ المفيد: فأخرج للناس كتابا فقرأ عليهم، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، إلى أن قال الإمام الحسين عليه السلام: فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج، ليس عليه ذمام. فتفرق الناس عنه
وأخذوا يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضموا إليه. وإنما فعل ذلك لأنه عليه السلام علم أن الأعراب الذين اتبعوه إنما اتبعوه وهم يظنون أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهلها، فكره أن يسيروا معاه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون. فلما كان السحار أمر أصحابه فاستقوا ماء وأكثروا. قال الشيخ المفيد عليه الرحمة: ثم سار عليه السلام حتى مر ببطن العقبة فنزل عليها، فلقيه شيخ من بني عكرمة يقال له عمر بن لوذان، فسأله: أين تريد؟ فقال له الحسين عليه السلام. فقال له الحسين: الكوفة. فقال الشيخ: أنشدك الله، لمن صرفت فوالله ما تقدم إلا على الأسنة، ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفاوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشجاء فقدمت عليهم كان ذلك رأيا. فأما على هذه الحال التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل. فقال له: يا عبد الله، ليس يخفى علي الرأي، ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره. ثم قال الإمام الحسين عليه السلام: والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوه سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم. ثم سار الإمام الحسين من بطن العقبة حتى نزل شراف، فلما كان السحار أمر فتيانه فاستقوا من الماء وأكثروا. ثم سار حتى انتصف النهار، فبينما هو يسير إذ كبر رجل من أصحابه، فقال له الحسين عليه السلام: الله أكبر، لم كبرت؟ فقال: رأيت النخل. فقال له جماعة ممن صحبه: والله إن هذا المكان ما رأينا فيه نخلة قط. فقال الحسين: فما ترون؟ قالوا: والله نرى أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال: وأنا والله أرى ذلك. ثم قال الحسين عليه السلام: ما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟ فقلنا له: بلى، هذا جبل ذو جشم إلى جنبك، فمل إليه عن يسارك، فإن سبقت إليه فهو كما تريد. فأخذ إليه ذات اليسار ومنا معه، فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل فتبيناها وعدلنا. فلما رأونا عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأن أسنتهم اليعاسيب
وكأن راياتهم أجنحة الطير. فاستبقنا إلى ذي جشام فسبقناهم إليه، وأمر الإمام الحسين عليه السلام بأبنيته فضربت، وجاء القوم زهاء ألف فارس مع الحر بن يزيد الرياحي حتى وقفا هو وخيله مقابل الحسين في حر الظهيرة، والحسين وأصحابه معتمون متقلدون أسيافهم. فقال الإمام الحسين عليه السلام لفتيانه: اسقوا القوم وأروهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا. ففعلوا وأقبلوا يبلؤون القصاع والتساس من الماء ثم يدنونها من الفرس، فإذا عب فيها ثلاثا أو أربعة أو خمسا عزلت عن وسقيا آخر حتى سقوها عن آخرها. فقال علي بن الطعان المحاربي: كنت مع الحر يومئذ، فجئت في آخر من جاء من أصحابه، فلما رأى الحسين عليه السلام ما بي وبفرسي من العطش قال له: أنخ الراوية، والراوية عند السقاء. ثم قال: يا ابن الأخ أنخ الجمال. فأنخته فقال: اشرب. فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء. فقال الحسين: أخنث السقاء، أي أعطفه. فلم أدر كيف أفعل، فقام فخنثه فشربت وسقيت فرسي. وكان مجيء الحر ابن يزيد الرياحي من القادسية، وكان عبيد الله بن زياد بعث الحسين بن نمير وأمره أن ينزل القادسية، وتقدم الحر بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم الحسين عليه السلام. فلم يزل الحر موافقا للحسين حتى حضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق أن يؤذن. فلما حضرت الإقامة خرج الحسين في إزار ورداء ولعن ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم أن أقدم علينا، فليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فاعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وإن لم تفعلوه وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم، فسكتوا عنه ولم يتكلموا كلمة. فقال للمؤذن: أقم الصلاة، فأقام الصلاة. فقال للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ فقال الحر: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك يا أبا عبد الله. فصلى بهم الحسين عليه السلام، ثم دخل فاجتمع عليه أصحابه، وانصرف الحر إلى مكانه الذي كان فيه
فدخلا خيمه قد ضربت له، فاجتمع إليه جماعة من أصحابه، وعاد الباقون إلى صفهم الذي كانوا فيه. ثم أخذ كل رجل منهم بعنان فرسه وجلس في ظلها. فلما كان وقت العصر أمر الإمام الحسين عليه السلام أن يتهيأوا للرحيل، ففعلوا. ثم أمر مناديه بالعصر وأقاما، فاستقدم الحسين وقاما فصلى بالقوم، ثم سلما وانصرفا إليهم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكون أرضى لله عنكم، ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، فإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم وقدمت علي به رسلكم، انصرفت عنكم. فقال له الحور: أنا والله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر. فقال الحسين لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان، أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إلي. فأخرج خرجين مملوئين صحفا، فنثرت بين يديه. فقال له الحر: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا أن إذا لقيناك لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. ثم قال لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا وانتظروا وانتظرا حتى ركبت نساؤه. فقال لأصحابه: انصرفوا. فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف. فقال الحسين للحور: ثكلتك أمك يا حور، ماذا تريد؟ فقال له الحور: أما والله لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال التي أنت عليها، ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان، ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه. فقال له الحسين عليه السلام: فما تريد؟ قال: أريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد. فقال: إذن والله لا أتبعك. فقال: إذن والله لا أدعك. فتراد القول ثلاث مرات. فلما كثر الكلام بينهما قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، إنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة، يكون بيني وبينك نصفا حتى أكتب إلى الأمير عبيد الله بن زياد، فلعل الله أن يرزقني العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك.
فخذها هنا فتياسرا عن طريق العذيب والقادسية. وسار الإمام الحسين عليه السلام وسار الحر في أصحابه يسايره وهو يقول: يا حسين إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فقال له الإمام الحسين: أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخاطر أن تقتلوني وسأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخوفه ابن عمه وقال: أين تذهب؟ فإنك مقتول. فقال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا.